صباح الخير لكم صبايا، وصباح الخير لجميع مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كنتوا متواجدين. نحن هلأ موجودين بالجهة الشرقية للبانوراما في رحلة مدرسية جميلة مع أطفال عمرهم 3-4 سنين، عاملين رحلة تاريخية ضمن اللوحة البانورامية الاستعراضية. اليوم رح نروح بجولة معهم للأطفال ومع الصبايا ونشوف كيف هي الرحلة التاريخية مع الأطفال. مرحبا، يعطيكم العافية. قد ايه عمرهم الأطفال؟ 3 سنين. يعطيك العافية. هلا نحن هلا عم نكون بجولة ضمن البانوراما مع الأطفال بذكرى حرب تشرين. خلينا نحكي عن هي الجولة. اليوم معنا أطفال بعمر 3 سنوات ولابسين لباس البدلة العسكرية. قديش حلو تشوفي هدول الأطفال وعم تحاولي تشرحي لهم يمكن تفاصيل تاريخية مهمة كتير يعني بتاريخ الأمة العربية ككل. شي بيفرح القلب لما شفتهم داخلين بالبدلة العسكرية، فعلا شي حلو. هلا نحن بنجيبهم بهالعمر، بنحب، هلا ناس بتستغرب انه جايبين اطفال صغيرة بهالعمر هذا، نحن بننبسط فيهم انه بنحب نعطيهم شوية وعي من بداياتهم، بداية طفولتهم، لنقدر مع الوقت خطوة خطوة معهم نقدر نزيد هالوعي الوطني ومحبة البلد بقلوبهم. قديش بس حلو، يعني كنت عم اسال الانسات قد عمر الاطفال، قالوا لي عمرهم 3 سنين. لما نحكي عن طفل عمره 3 سنين وعم يقوم بجوله يمكن فينا نقول تاريخيه بسيطه ضمن البانوراما، وانت كدليل سياحي ضمن البانوراما، لما حابه توصلي فكره للاطفال وتشرحي لهم. هلا نحن موجودين بمعرض بعض الاسلحه الحربيه السوريه اللي شاركت بالحرب. هلا نحن بالنسبه لاعمارهم كانوا صغار كثير، منبسط لهم كثير، منبسط لهم كثير الفكره، بنحاول نصغرها شوي لعمرهم لحتى الفكره ياخذوها والصوره يقدروا يفهموها. يعني بنربط الصوره مع الفكره ليقدروا ياخذوا شيء من البانوراما اللي دخلوا وشافوها. فبهالطريقه بنعطيهم معلومات انه هاي الاسلحه شاركت بحرب تشرين، هاي الاسلحه اللي كان لها دور بتدمير اسطوره العدو الاسرائيلي والجيش الاسرائيلي، ومن هالحكي هذا بنقدر شوي نفوت لهم فكره عن مكونات البانوراما والموجود فيها. هلا اليوم مثل ما قلنا نحن يمكن اكثر من 7 سنوات حرب ارهابيه على سوريا، وهي بالاخير حرب فكر وثقافه وضرب حضاره قبل ما تكون حرب ارهاب. قديش مهم يمكن ترسيخ هي المفاهيم للاطفال الصغار بعمر صغير، لانه نحن لما كنا صغار بالمدارس يمكن تعودنا على هي الافكار وال فينا نقول المفاهيم الوطنيه، وبعد ما وعينا يمكن وكبرنا عرفنا فعلا قديش مهمه هي المفاهيم، لانه كلياتنا ربينا على القضيه الفلسطينيه. نحن وصغار اول شيء تعلمناه فلسطين داري ودرب انتصاري، كنا نقراهن ونحن صغار، فقديش مهم فعلا هدول المفاهيم بسن صغير مثل هدول الاطفال. كل شخص فينا من الجيل الاكبر مسؤول عن تربيه الجيل الاصغر ضخ الوعي الوطني فيهم. نحن ربينا مثل ما قلتي على القدس عاصمة العروبة، على فلسطين قضية العرب، ربينا على هالمبادئ، وهي كان لها نجاح كبير بأنه صمدنا 7 سنين بهالحرب البشعة اللي تعرضنا لها. فهلأ نحن بحاجة لهذا الجيل أنه يتشرب شوي من الأفكار اللي نحن تشربناها بالصغر، لنقدر مع الوقت نقاوم أو نحارب أي عدو ممكن يطمع ببلدنا أو يقرب عليها. حلو نشوف اليوم أطفال ولابسين البدلة العسكرية الرسمية. رح انتقل للصبية الثانية، بدي أتشكرك ريم وبدي تابع مع حضرتك، يعطيك العافية. هلأ عم تقومي بشرح بسيط للأطفال عن بعض الأسلحة اللي شاركت بحرب تشرين. لما نحكي عن عمر صغير هالقد كيف يتم تبسيط الفكره لنحكيهم عن مصر، تاريخ كثير كبير، اخر حرب يمكن عربيه ضد الاحتلال الاسرائيلي، ضد العدو الاسرائيلي. هلا بدايه برحب فيكم بانوراما حرب تشرين، كل عام وانتم بخير بمناسبه 6 تشرين. نحن عندنا هون مهمه انه من كافه الاعمار بيزوروا البانوراما، لكن بالنسبه للاطفال الصغار بهالعمر تقريبا نحن بنحاول انه نعطيهم فكره كثير مبسطه عن حرب تشرين. بالبدايه بدنا نحاول ان نوصل لهم فكره انه نحن الحرب نحن ما بنختارها لمجرد انه نحن نعمل حرب، نحن الحرب بدنا نقوم نختارها لحتى ندافع فيها
عن نفسنا وعن اولاد شعبنا وعن ارضنا ووطننا فطبعا نحن كثير باسلوب كثير مبسط انا عم حاول اوصل لهم الفكره، بدايه بشرح لهم عن الحرب انه بنستخدم فيها اسلحه، شو الاسلحه الموجوده هون بالمعرض، بحدد لهم انواع الاسلحه الموجوده. طبعا بتلاحظ كثير فينا خلينا شو يعني انت عم تكملي حديثك نخيلهم شوفوا الاسلحه كم. اي تماما تماما. فطبعا هن يعني كثير نحن فكره كثير حلوه انه هن يشوفوا الاسلحه عن قرب. طبعا لما يشوفوا الاسلحه عن قرب هذا الشيء بيخليهم يعني يتصوبوا اكثر يعني الامور بشكل اوضح يعني بشكل مبسط بلغه يمكن قريبه منهم ليقدروا يفهموها. اكيد طبعا اكيد طبعا. طب سالت كمان زميلتك الصبيه الثانيه ريم، يوميا يقام رحل مدرسيه ضمن البانوراما وخلال الحرب على سوريا، هي الرحل ما توقفت، بمرحله من المراحل خفت وتوقفت لبعض الايام ورجعت، قديش فعلا مهم ترسيخ هي المفاهيم عند الاطفال لانه نحن ربينا على هي المفاهيم يمكن، وبيقولوا كنا نرضع مع حليب امنا ونحن صغار. هلا اكيد طبعا يعني رغم نحن الظروف اللي عاشتها البلد، لكن نحن دائما الرحلات مستمره، العروض مستمره، ما في شيء توقف، اكيد كله طبعا عم يمشي كما يجب وعلى احسن كمان ان شاء الله. مرحبا، اهلا وسهلا فيك. مرحبا. 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 كيفك؟ الحمد لله. مرحبا. اهلين. كيفك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ لانا. لانا؟ ايه. شو هالثياب الحلوين اللي لابستيهم يا لانا؟ وين جاية اليوم؟ شو عم تشوفي هلا؟ عم شوف الطيارات والدبابات. ايه. شو حافظة هلا بدك تقولي لنا؟ شو حافظة؟ شو بدك تقولي لي؟ الوطن والغالي والوطن والعزيز والوطن السامح والوطن الصامد. يا سلام. انت شو اسمك؟ ادم. انا عطول. ادم شو لابس؟ عسكري. قد ايه بتحبها لسوريا؟ كثير. جاي تشوف شو الطياره؟ ايه. شو عم تشوف هون كمان؟ دبابه. دبابه. شو بتحب تقول لسوريا؟ قد ايه بتحبها؟ كثير. الا قديش الا قديش بتحبها؟ كثير كثير. انت شو اسمك؟ يوسف. يوسف. وانت شو اسمك؟ عمار. اهلا وسهلا. وانت شو اسمك؟ رز الصالح. وانت شو اسمك؟ بسمه. يا سلام. وانت؟ تاليا. تاليا. كلكم جايين كلكم رفقاتكم لهون؟ شو جاي تشوفي هون؟ طيارات. سيارات. انت شو بدك تشوف؟ طيارات. يا سلام. شو هذا اللبس الحلو؟ جاي تشوف الطيارة؟ شو كمان بدك تشوف؟ بس الطيارة؟ ما بدك تشوف الدبابة؟ عم نشوف صبايا بعض الأطفال اللي عم يقوموا بهي الرحلة المدرسية، رح حاول آخذ بعض الأنسات المسؤولين عن الرحلة، يعطيكم العافية. يعطيك العافية. جايبين يمكن أطفال بسن كتير صغير، أنتوا الأنسات المسؤولين عن الأطفال والرحلة المدرسية. خلينا نحكي بس سؤال بسيط، لما نحكي عن عمر 3 سنين وعم يجوا يمكن يحضروا معلم تاريخي كتير مهم، وبعتقد مو فقط في سوريا، هو تاريخي بتاريخ الأمة العربية ككل، قديش مهم اليوم نستعرض هاي اللمحة التاريخية لهدول الأطفال بعمر كتير صغير، وقديش فينا نبسط لهم هاي الأفكار ونوصل لهم إياها؟ طبعا نحن مسؤولين عن الاولاد الصغار اللي مثل ما شفتون انه بعمر صغير، فهن كثير حلو انه يخلوا الذكرى اللي هلا بده يشوفوها لذكرى حرب تشرين التحريريه، مشان يشوفوا تضل بذاكرتهم لبعدين، ممكن نبسط لهم اياها نورجيهم. هلا هن خافوا انه ممكن نحن نركب بالطيارات، فنحن قلنا لهم لا، نحن جايين نتفرج على
على الشيء اللي كان معنا بحرب تشرين التحريرية، كيف جيشنا العربي السوري ركب الطيارات وحارب العدو ومشان وانتصر آخر شيء الجيش العربي السوري، فحتى يضلوا بهي الذكرى وتضل موجودة معهم. يعطيكم العافية. رح خليكم تكملوا رحلتكم المدرسية ضمن أروقة البانوراما، ويعطيكي ألف عافية. صبايا كنا عم نشوف مع بعض رحلة مدرسية لأطفال بعمر 3 سنوات عم يقوموا فيها ضمن بانوراما حرب تشرين التحريرية، ونحن متواجدين بمعرض الأسلحة الحربية للجيش العربي السوري اللي تم استخدامها في حرب تشرين التحريرية. كتير حلو نشوف هدول الأطفال بعمر كتير صغير عم يتعرفوا على تاريخ بلدهم وحضارة بلدهم وعن حرب عربية هي آخر حرب ضد العدو الإسرائيلي. رح نكون معكم صبايا برسالة أخرى ضمن البانوراما.